فلو السيد المحافظ. الوطنية لتطوير الهيدروجين على الانتقال الطاقوي والتقدم نحو. في البداية أرحب بكم. الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين ايكونوميك سشر الهيدروجين في الجزائر ومن ثم إن إنتاج وتطوير الهيدروجين في الجزائر يدفعنا إلى التساؤل عن المتطلبات الأساسية والتحديات التي يجب رفعها والعمل على تجاوزها، لا سيما إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي ومعيار محدد مع تحديد القطاعات ذات الأولوية، تحضير وتأهيل رأس مال البشري مع إعداد دراسات وبحوث اللازمة، بالإضافة إلى تحديد الشراكات الاستراتيجية بناء على التعاون الدولي، أو بالأحرى إنشاء بيئة اقتصادية ملائمة من أجل دعم وتطوير هذه الشعبة. نحن نعتبر كوزارة بيئة والطاقات المتجددة أن هذه الخريطة أتاحت تحديد الخطوط العريضة لهذه الشعبة ذات الإمكانات العالية من خلال اللجنة الوطنية للهيدروجين، وهذا تجسيداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع ضرورة تمكين الجزائر بأن تكون فاعلاً أساسياً في المجال والقيام بدور رئيسي في مسار تحول الطاقة لبلادنا خلال السنوات المقبلة.